صراخ النساء على الموتى. عايز اسالك سؤال يعني، انت اصلك فيلسوف. لا والله فانا اقول لك يعني، هل صراخ الموتى ايه الفرق بينه وبين زغاريد الفرح؟ ما شاء الله، سؤال حلو ما شاء الله. عجبك؟ جميل جدا. اتفضل. يعني انا عايز اقول الناس لما يتولد المولود يقعدوا زغرات والمولود بيصرخ، وهو بيصرخ مسكين. وهو بيصرخ ليه؟ محتاج على الحياه، رجع دخل الدنيا، ده هو كان في رحمه جوه، نزل بقى للدنيا واللي على الارض من البشر. سلام. كذلك الست ده، دول بيستقبلوا بالزغاريت ودول بيودعوا برضه بالزغاريت الصوات، بزغاريت الصوات. كده يعني. انا قريت في جريده من جرايد الايام دي ان احدى سيدات والده الشهيد بتاع كمين الشيخ زويد ده زغرتت. وانا عايز اقول لحضرتك حاجه، لقاء المولى عز وجل من اعظم لقاء مفيش بعده. فانا امتى عيط اللي بودعه ويكون مسكين ذنوبه وافعاله مش حلوه؟ انت دموعك عصيه يا حسن. مش سهل. هل انت في الجنازات اللي بتلقى فيها بكاء شديد على الموتى، هل بتدمع؟ مش بشدة البكاء. هول المفاجأة والصدمة لبعض الناس. يعني واحد ابنها رايح المدرسة ودخل جاله دور انفلونزا، قال له لا مات، هو ماشي عنده انفلونزا مش مريض ولا حاجة. ده يبكيك. ايه؟ في السينما يعني، انا فاكر في فيلم معالي الوزير، لو تتذكر احمد زكي. بالظبط. أيوة. احمد زكي مات بالظبط. ودخل الصندوق، ودخل في الصندوق في العربيه. أيوة. ثم نزع الصندوق عنده وقال القبر. وقال لا ما كانش لسه نزل القبر. انت حضرتك بتتكلم على كالفيلم يعني. وقال الجنازه دي ما تليقش بيا. طبعا هو شكل افتراضي يعني. ايوه. هل حدث في الحياه ان ميت اتنفس في صندوق شفته؟ استحالة. نعم؟ استحالة. خلاص. استحالة. طبعا انت عندك فكرة اكيد بالموت الاكلينيكي والموت طبعا. دي يعني الف باء العمل. اكيد. عايز اقول ان الدولة لازم تقنن العملية دي، اللي عايز يشتغل هذا العمل ده اعمل له معهد تدريب. ده في اوروبا في مدرسة اسمها مدرسة الجنائز. مدرسة والمدير الجنائز. والمدير له دروس ومنهج، والنائب المدير له منهج، والعمال لهم منهج. انت عايز تقنن الموت والجنائز. الجنائز. ازاي اعرف ان الميت ده وفاته معيه وفاته ايه ولا ظروفه ايه؟ وهو ممكن الميت يبقى له ظروف اخرى طبعا. وعايز اقول لحضرتك حاجه، مش كل الدكاتره يقدروا، في بعض الدكاتره ما تقدرش تعرف سبب الوفاه. احنا الخبرة نفهم بخبرتي. انت بيحزنك الموت المفاجئ؟ يعني اقول لك فلان ده كانش عنده اي حاجة ابدا، يعني ما يكون مقرب. على فكرة عندي شعور هقوله لك. خد راحتك. ان الناس اللي بتشوفنا يعني من الممكن انها تقول كفاية بقى اللي بتقوله، كفاية. لا يعني عمال تقول حاجات تبكي، ولكن انا بعتقد انه من منطق قوة ان انا اواجهك واكلمك. هل الموت المفاجئ يثير دموعك؟ اكيد طبعا، طول ما فيه سلة معرفة. لكن واحد مات مفاجأة طبعا ما تعرفوش. امور طبيعية. هل المهنة دي طبعا سؤال ربما يبقى غريب بالنسبة لك، اتفضل، هل هي على وشك الانقراض؟ اكيد. ايه ده، مهنة الحياة؟ اكيد. ازاي؟ اكيد. امال مين هيحل محله؟ التكنولوجيا. باختصار شديد جدا. كنت انا بعت لرئيس ديوان رئيس الجمهورية الدكتور زكريا عزمي. نعم. زمان. بتقول له ايه؟ اول ما مسك قلت له بتكلم الاول على الجامعات الخيرية والجامعات الاسلامية وبعضها
بقت شبه كل واحد له طريقه في فكره. اه انا عايز اقول لحضرتك حاجه، اللي عنده حاله وفاه لما انا اقوم اخدمه بعلم معاه، بعلم جوه قلبه. اه فاهم. ان انا ما سبتوش طبعا بعد يومين ثلاثه حاسب، بعد شهر ما حاسبش، علمت جواه. وده كان السبيل لبعض الجامعات الاسلاميه يخشوا بيها يخترقوا بيها صفوف البشر. فالنهارده اجيب في السيده زينب ارفع صباعي اتفضل. هو في تسعيره للدفن؟ لا لا مفيش تسعيره. لا. هل هي اريحيه الاهل؟ مش اريحيه الاهل، نظرتي انا للاهل، نظرتي للاهل. يعني انت اذا حسيت ان الاهل دول غلابه عايزين فلوس ياخدوا منك يعني دفن وكله ده، انا عايز اقول لحضرتك حاجه، ما احنا على الاقل احنا عندنا 15 ولا 20 حاله عدماء الاهليه في المستشفيات اللي احنا متعاقدين فيها، بندفنهم مقابر ودفن وكل حاجه مجانا على حساب. هل انت حسن تعرضت يوما للموت؟ مره كده. فين؟ بس هي كانت سبحان الله مش حادث ولا حاجه، انا قعدت في البيت وفقدت الدنيا كلها لحظات حوالي يمكن الله اعلم 10 دقائق ربع ساعه نص ساعه، بس ما خدتش ساعات ولا حاجه. الدكتور جه شاف؟ اكيد طبعا شاف النبض. كان شبه اضطراب في الوعي. اضطراب في الوعي، وده برضو يعني من الحاجات الخطيره، خطيره جدا. بيبقى ايه سببها ايه؟ طبعا انت مش طبيب. آه انما عايز اعرف انت تجربتك. لا لا سببها، لان سببها عندي انا وصلت كده ليه، ايه اللي انا وصلت له ده يعني. اتفضل. سببها ان انا كان في راجل عزيز عليا مات، وقعدت فكرت كتير قوي في مكان بيضحك معايا من ساعتين ثلاثه ومات. طب ما انا بعد ساعه بعد دقايق عشت مرحله الموت، لدرجه ان انا اقول لحضرتك شفت ان انا في كون كله بلور ابيض فابيض، وانا قاعد مكاني كرسي ما قمتش، وانا كنت اردد الشهاده فقط لا غير. وجيت الدكتور اداني حقنه مهدئ وكده وبتاع. عالجوك ازاي؟ بس حقنه مهدئ. مهدئ؟ مهدئ. ورجعت لذاتك؟ ونمت بقى خلاص، صحيت الوضع طبيعي. هل الموت هو موت للابد؟ نوم للابد؟ لا اكيد ان هنبعث، اكيد هنبعث يوم القيامه. لا انا 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 يعني مش عايز ادخل في هذا المعنى. ده انا بقول معنى ادبي. طيب. يعني الـ 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 الانسان بينام. لكن الموت نوم مستمر طويل. حد راح رحله الموت ورجع لنا؟ لا يبقى ازاي؟ لا 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 مفيش رجوع. يعني ايه اعتصام الحانوتيه؟ ازاي ممكن الحانوتيه يعتصموا فتحصل مشكلة؟ يعني ايه؟ يعني انا عايز اقول لحضرتك حاجة. يعني انتوا فكرتوا طول عمركم تعتصموا؟ لا انا حضرتك كان معايا لقاء تقريبا في جريدة الاخبار اليوم، الاخبار، فبيتكلموا بيقولوا الحانوتية، فبيقولوا لي يعني كان اعتصام جميع الفئات في المجتمع بقى اللي بما فيهم الحانوتية؟ احنا لا. انتوا لا؟ لا. طب اعتصام الحانوتية ايه ضرره؟ طبعا ضرره خطير. حقيقي خطير جدا من وجهه نظري. صحيح. خطير جدا. صحيح. يكفي ان هيبقى في ميتين تقعد اليومين الثلاثه رغم سخريه الاعلام والبشريه اللي على الارض وهي ماشيه. انت حنوتي انت ايه ده؟ ايه ده حنوتي انت كده؟ انت مضايقك انا مش الإعلام. انا مش مضايقني. انا صعبان عليا، انا بشفق عليهم بعدم وعيهم اذا كان مسيحي او مسلم، عدم وعيهم بالدين. هو انت شخصيا من النوع المتفائل ولا المتشائم؟ يعني انت مهنتك؟ لا انا راضي بقضاء الله وقدره. جه خير اهلا وسهلا، جه اهلا وسهلا. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، رب العزه سبحانه وتعالى. جه خير اهلا. عايز اسالك ايه اهم درس عملي انت اتعلمته من والدك؟ لا انا مش هكذب عليك، انا اتعلمت من عمي اخ ابويا، لان والدي توفى وانا ابلغ من العمر 12 عام. فانا اتعلمت من عمي هذا العمل وكده، لكن انا كنت حبه، انا حبه. ايه اللي خلاك تحب المهنه؟ ما مش عارف اجاوب. انا كنت حاسس ان بتجري في دمي، حبه، فبالتالي مش هقول لحضرتك ايه، بالتالي انا كان كل همي في الحياه ان انا ازاي اوصل الخدمه للشخص ده بدون ادنى الاخر. انا هل الحانوتيه مهنه مربحه؟
يعني انا مش هقول مهنه خسرانه بدليل ان احنا عايشين منها، بناكل وبنشرب نعم. وعلمنا اولادنا في الجامعات وفي الخارج وبره وجوه نعم. فما يعني مش ما بقولتش بنخسر لا بنخسر لا. هل يمكن انه حسن عفوا يشيع جاسوس خائن؟ يعني انا لو علمت انه خائن او جاسوس مش هعمل كده، مش هتروح؟ لا، لان انا حتى في بعض حالات في المجتمع العادي لما اعرف ان هم سلوكيا مش مظبوطين اقول لهم اسف ما عنديش معدات مش فاضي كده كده. هل انت كان ممكن هناك مهنه اخرى تحترفها غير الحانوتيه؟ ما حبيتش غيرها. ما انا اتوظفت وسبت لهم الوظيفه. اللي في شباب حابب المهنه دي بالذات؟ اولاد اصحابها بس. يعني انت قلت لي ان ابنك اللي في قصور الثقافه ممكن يحل محلك. ممكن. اسراء بنتك؟ لا، ملهاش علاقه. ممكن كمان جباره. جباره ازاي؟ قول لي. يعني بنت جريئه، ما فيش مانع ان هي ترد على حضرتك في التليفون وتاخد بياناتك وكذا 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 وكذا، وعارفه السواق بتاعنا فين، ركوكم ايام نروح الحته الفلانيه تعالى الحته الفلانيه كذا. الاخر اللي هي في الحقوق، وانت عارف حضرتك بقى الحقوقيين دول بقى يعني طبعا بتعرف ازاي تسيطر ازاي على اللحظات الصعبه لما بيبقى فيه بكاء وعويل وصوات احاول اسرح. تسرح يعني ايه؟ احاول مخ يشرد في اي حاجة تانية. لازم، لان اقول لحضرتك والله في بالذات تقريبا على ما اعتقد يمكن اما الواحد بيبلغ بيه السن قلبه يمكن بيرق اكتر من الشباب. انا ممكن في الاسبوع مره واتنين اتعرض للمواقف دي بحجاني ان الدموع جوه عينيا ومش مالك نفسي عايش مع الناس، يبقى انا بعد ما انا بمتص الناس حزنها وراضيها وهديها عشانها صحيح بقيت عايش معاهم باسط ضايقتهم ما خدمتهمش. الحنوتي حسن مين نجمه المفضل في السينما؟ في السينما هو كان حبيبي فريد شوقي حقيقي يعني. الان من اللي موجودين دلوقتي عجبني محمد سعد، اسمه محمد سعد. محمد سعد طبعا عجبني انا محمد سعد، حتى في المسلسل بعمل عبد الشارع عبد العزيز صح حضرتك كده؟ لا عمرو سعد. يبقى هو ده عمرو ده اللي عجبك الممثل. مين الممثله اللي تعجبك؟ لا ده اللي بيعجبني كتير بقى، معلش انت قلت اذا اخترت واحده يبقى الاستاذه نهال عنبر. نهال عنبر استاذه محترمه طبعا، حبيبه قلبي. نعم. على راسي من فوق طبعا حقيقي يعني. مين مطربك المفضل اللي بتسمعه من الرجال؟ كنت اسمع عبد الوهاب، فريد الاطرش، عبد الحليم، دول محرم في بعض اغانيه. كويس كدا. مين مطربات؟ فايزه احمد وام كلثوم. فايزه احمد وام كلثوم طبعا. طبعا احسن ساعات النهار عندك ايه؟ يعني الوقت الحلو في حياتك في النهار في اليوم كله. انا مثلا احب ساعه ليا ساعه العصاري من 6 وطالع مثلا. لا انا من الظهر للمغرب. لا والنهار الصبح ده ايه؟ نايم؟ لا بشتغل. انت حضرتك بتقول لي اسعد وقت لي. انت من الظهر؟ بتبقى فتره بقى ان انا فيها مستريح، لو في اي حاجه بقضيها وارجع تاني اعيش حياتي. يعني حتى لو انا بفكر في حاجه ارجع اعيش تاني في تفكيري فيها. انت بتعتقد انه اهل الميت عفوا لما بيقعدوا يسمعوا كلام الشيخ او القسيس في وعظه، انت بتعتقد ان ده بيريح النفوس؟ لو انتبهوا لها. طيب خلينا اطلع اللي في قلبي اقوله لك. خد راحتك. ايه الحكايه ان الواحد يشوف في اثناء العزاء سواء في صوان الستات ولا صوان الرجاله ناس بتتكلم وناس بتاخد تليفونات بعضها ويشربوا سجاير وناس يشربوا سجاير؟ هو شرب السجاير يعتبر عيب؟ لا يعني اذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا له، واذا القسيس بيقول اي در اي وعظه او اي حاجه لازم تنتبه له ان ده بيتكلم في الدين.
هو بيتكلم في السياسه ولا في كوره ولا في سيمه؟ ده بيتكلم في الدين، اسمع له تستفاد. اه ليك حق. عايزك تقول لي صح ولا غلط الكلام اللي اقوله لك ده. الحياه تعاش. صح. الموت اهون من المرض. صح. الصحه شيء والموت شيء اخر. صح. التدخين قاتل. اكيد. السؤال الاخير هو اتفضل، ايه العنوان اللي تضعه لهذه الحلقه المستمره التي تبدلناها سويا؟ اختر عنوان من كلمه كلمتين ثلاثه. للوعي. ارجوك ان توجه سؤالا لمفيد فوزي. الناس اللي هم ما عندهمش وعي، وعي والدين قليل عندهم، كتير بيقابلوني كتير. فين السؤال؟ جاي اهو. ما يمشي في الشارع يبعد عني، حنوت يا ساتر يا رب. مفيد بيه فوزي، المحاور الكبير، ازاي يعني يجي يروح لحنوتي؟ مش خايف من الموت وانت رايح لك وانت رايح للحنوتي؟ مش شائم انك تقابل حنوتي النهارده كده يعني؟ بص خليني اقول لك فلسفتي في الحياه. اتفضل حضرتك. في سطر واحد. اتفضل. في هذه الحياه من الممكن ان يكون هناك موتى احياء، ومن الممكن ان يكون هناك احياء ميتين.